اسمعوا ماذا يقول رب العالمين: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. من هم هؤلاء؟ من هم يا عباد الله؟ لنرجع إلى كتاب الله عز وجل ونبحث عنهم. فإذا رب العزة والجلال يخبرنا أنهم هم الذين يقال للذين آمنوا بآيات الله وكانوا مسلمين، اسمعوا وصفهم، اسمعوهم: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ماذا يقال لهم؟ ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفي الجنة وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. اسمع رب العزة والجلال، لأن الله عز وجل حكم عدل، لماذا أورثهم هذه الجنة؟ اسمع: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، بالأعمال الصالحة يا عبد الله. نعم، بعد رحمة أرحم الراحمين. ثم يقول: لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. ثم هي يا عبد الله، ثم هم في جنات النعيم في مقام آمنين من الحوادث وغيرها، في أمان من تغير الزمان وتقلبات الحياة، في جنات وعيون، ولهم فيها من اللباس السندس والاستبرق، متنعمين مع الزوجات من الحور العين. ما شاء الله، يلا من فضلك، يلا من فضلك، الله أكبر، متنعمين مع الزوجات من الحور العين الراضيات المرضيات الآمنات، التي لا تعرف أن تغازل الرجال بالتلفون، ولا تعرف أن تتبادل أشرطة الفيديو الخالعة، ولا حطت الحمور والصفور وفتنت المسلمين في أسواقهم. أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. مصيبة عظيمة تبرج النساء يا عباد الله، والمرأة التي تخرج متبرجة من بيتها وتمر بالرجال وهي متعطرة، يقول في الحديث إنها زانية، والتي تخرج من بيتها بدون إذن زوجها تلعنها الملائكة حتى ترجع، نسأل الله العافية، والتي تخرج من بيت زوجها من دون إذنه تلعنها الملائكة حتى ترجع إلى بيتها. والمرأة إذا امتنعت، إذا دعاها زوجها لحاجته وامتنعت لعنتها الملائكة حتى تصبح. لذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث أن المرأة إذا دعاها زوجها تلبي ولو كانت على التنور، تترك الأقراص تحترق وتأتي إلى زوجها تلبي زوجها. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. ثم يحذر المصطفى صلى الله عليه وسلم، يحذر في حديث صحيح يقول: صنفان من أهل النار لم أراهما، رجال من أمتي معهم أسياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، اللهم لا تجعلنا منهم. الصنف الثاني: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يرحن رائحة الجنة، وإنها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. كاسيات، هذا واضح الآن، كاسية عليها ثوب ولكنه شفاف، ترى مفاتن المرأة، أو ضيق ترى كذلك مفاتن المرأة، أو الموضة الملعونة الأخيرة
التي أتى بها لنا الخياطين، وهي أن تشق المرأة من الجانبين، تشق عن الساقين حتى يخرج الساق والفخذ. فمع الأسف الشديد إذا دخل المسلم السوق يعاني من الشدة ما لا يعلمه إلا الله. إن غض البصر عن الوجه، عن النحر، عن الذراعين، وطأطأ براسه، رأى وإذا بالثوب مشقوق على حد الساقين وبعضهن إلى حد الفرج والعياذ بالله. وهذا وجد في أسواق المسلمين. إلى الله نشكو لا إلى غيره، إلى الله نشكو لا إلى غيره. هذه مصيبة تعود على أولياء النساء، أولياء النساء. والله إن أخبار نسمعها يا أخوتي في الله أنها تحزن القلوب وتدمي الكبود ويندى لها الجبين، ولكن نستحي أن نذكرها في بيت الله عز وجل. ولا ينبغي لنا أن نذكر هذه الأمراض التي تفشت في المجتمع، بل نسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين. مع ما ابتلي به المسلمين من السائق والطباخ، نسأل الله العافية. بعض الناس أدخل السائق في بيته والطباخ يقول لرجل من الرجال الثقات: والله إن الطباخ جالس مع النساء. رجل جالس مع النساء في البيت، أين الغيرة يا عباد الله؟ أين الشيمة؟ أين العروبة؟ دفنها الكثير من الناس وذبحها بغير سكين. يأتي بسائق أجنبي حتى ولو كان أتقى خلق الله، لا ينبغي له أن يدخله على نساء. لنرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنرجع إلى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب الصحابة رضي الله عنهم، بل هم الصحابة أفضل الخلق بعد النبيين، فيهم أبو بكر، فيهم عمر، فيهم عثمان الذي تستحي منه الملائكة، عثمان بن عفان، فيهم علي بن أبي طالب، فيهم الشجعان، فيهم الأبطال، وكل الصحابة ثقة عدول رضي الله عنهم وأرضاهم. ويخاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لهم: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. ولكن ناتي حنا ونقول قلوبنا نظيفة، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، نقول نظيفة حنا، عاداتنا نبي عاداتنا وتقاليدنا، نخلي الزوج يتقبل الأخ، أخي الزوج. والرسول يقول: الحم والموت أخو الزوج، يعني الموت إذا تركت يدخل في بيتك وأنت ما تهم معه موت يا عبد الله، لأن الفتنة مأمونة وما تدري إلا والمرأة حامل من هذا الرجل. فما هي المخرج، فما المخرج من هذه المصيبة العظمى؟ نعم، ونقول للزوجة: استقبل الضيوف، قبليهم، صافحيهم. وهذا منكر عظيم وحرام، والذي يرضى بهذا لأهله ديوث، والديوث حرام عليه الجنة، حرام عليه الجنة. الذي يقر الخبث في أهله حرام عليه الجنة. ولكن يا عبد الله ارجع إلى هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، حافظ على هذه الأمانة، حافظ على هذه المرأة، والله إنك مسؤول عنها بين يدي الله عز وجل بإدخالك هذا السائق أو بإدخال الطباخ عليها أجنبي، وأنت تخرج من الصباح ولا تأتي إلا في الساعة الثانية أو لا تأتي إلا في الليل، وهذا الرجل عند نسائك وبناتك. وأذكر لكم مصيبة صغيرة لعل البعض يظنها صغيرة. لما قبضوا على أحد السائقين ويقول له الضيب: قف، قف على رجلك. يقول: أنا تعبان، ما في رجلين. ليش؟ يقول: أنا أفعل مع المرأة ومع البلاد في البيت، يفعل بهن الزنا، لذلك مخ الساقين كله فضى. مصيبة يا عبد الله. ولكن هل ننتبه لهذا؟ هل ننتبه لهذا؟ والله لو ذكر لنا قبل سنين أنه يقال لنا أننا سوف نأتي بالسواقين والخدمين وندخلهم في بيوتنا، أننا لا نصدق. ولو قيل لنا احلفوا بالله لحلفنا أنه لا يدخل بيوتنا السائق والخادم. ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا يدل هذا؟
يدل على ضعف الإيمان، وعلى أن الكثير فقد الغيرة، وعلى أن الكثير دفن الشيمة. نسأل الله العفو والعافية. أنتم تعرفون كيف عادات الرجال أول، إذا أشرف الرجل في بيته، حتى أن الإسلام جاء في الحديث الصحيح أن الرجل إذا نظر في بيت الرجل، ومعنى الحديث أنه لو ضربه مع عينه وفقأها فلا شيء عليه. ولكن ماذا نعمل الآن؟ الآن نأتي بالسيارة ونقول للسائق احمل البنات واذهب بهن شجعا مع اللاعبين. نعم، في أيام قليلة وفي شارع معروف اختلط الشباب مع البنات، وكل واحد يرفع يديه يشجع الكورة. نعم، أين الغيرة يا عباد الله؟ متى نستيقظ؟ هذه موعظة، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بها، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم جميعا. ونرجع إلى حديثنا، وهو أن الجنة، أن أهل الجنة منعمين فيها. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة بمنه وكرمه وإحسانه، إنه على كل شيء قدير. وأسأل الله عز وجل أن يصلح نياتنا وذرياتنا. وأبشركم بخير أن إمام المسلمين إمام الحرمين الشريفين جزاه الله خيرا سوف يمنع 23 مجلة من المجلات الخالعة، فادعوا له بالتوفيق والسداد، واسألوا له أن يعينه على أن يعمل بحب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وادعوا كذلك لولي عهده، وادعوا للأسرة جميعا أن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلهم رعاة خير، وأن يصلحنا جميعا. فإن خير الرعاة، فخير الولاة الذين يدعون لهم، تدعو لهم الرعية ويدعون لرعيتهم، فهم كذلك يدعون لكم في كل مناسبة، ويسألون لكم التوفيق، ويحثونكم دائما على التمسك بالعقيدة وبالتمسك بالشريعة الإسلامية. فأكرم بذلك، وادعوا لهم جزاكم الله خيرا، أن الله يرزقهم الجلساء الصالحين الناصحين، وأن يعيننا وإياهم على طاعته، وأن يعيننا على ذكره وحسن عبادته وعلى شكر نعمه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استريح وبارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا ولله الحمد مقيما للصلاة ومحافظا على الصوم، ولكنني أحلق اللحية ومطيلا للثوب، فأرشدنا بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا، أنا لست مفتي، ولكن أذكرك بالله يا أخي، وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياك على قول الحق. فالصلاة والصيام من أركان الإسلام، وبمحافظتك عليها يجزيك الله ما تستحق من فضله وإحسان. أما حلق اللحية يا أخي، فكما ذكرت لك في الموعظة السابقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أكرموا اللحى. ذكر فيها 10 أحاديث صلى الله عليه وسلم. كل هذه الحديث يأمر فيها بإعفاء اللحية صلى الله عليه وسلم. وقد صدرت فتوى من هيئة كبار العلماء على أن حلق اللحية فسق وناقص الإيمان، فلذلك قالوا: يحرم حلقها أو نتفها أو قصها أو أخذ شيء منها. لذلك الصحابي الجليل رضي الله عنه لما وصف لنا لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: إنها مالية ما بين منكبيه صلى الله عليه وسلم، ويمر يديه على عارضه. ويذكر لي رجل كبير في السن
وهو مريض الآن، أسأل الله عز وجل أن يشفيه عاجلا غير آجل، وأن يحسن لنا وله الخاتمة. يقول: كنت أحلق لحيتي ونمت مرة من المرات، ويا إخواني الذي يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فإنه حق لا يتمثل به الشيطان. يقول: من رآني في النوم فكأنما رآني في اليقظة، وفي رواية: فسوف يراني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بالرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل يقول: لما نمت وإذا أنا بأناس مجتمعين، وإذا برجل حسن المنظر جميل، وإذا رجل يضرب به المثل، يقول: قلت هذا الذي مهو بفلان يذكرونه، من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وإذا هو يلوح بيده ويقول: لا يتبعنا حالق لحيته، لا يتبعنا حالق لحيته. يقول: فاستيقظت وأنا مرعوب، والآن إذا رأيتموه ما شاء الله، وإذا لحيته مالية عارضيه ووجهه، أسأل الله أن يحسن لنا وله الخاتمة. نعم. فيا أخي، يا أخي، حلق اللحية أمر عظيم، أمر عظيم. فيخشى على حالق لحيته كما قال بعض العلماء إذا كان حلقها فسق يخشى عليه عند الموت، نسأل الله العافية. أما إسبال الثياب فأرجو من الله عز وجل أن لا تعرض نفسك لهذا الخطر العظيم. ما هو يا عبد الله؟ هو أن الله عز وجل لا ينظر إليك يوم القيامة، لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء. بعض الناس يقول: أنا ما أجر خيلاء، زينة زينة. فنقول: الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الزينة وقال: إن الله جميل يحب الجمال ولكن بالشيء المعقول. قال صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنه: إزارة المؤمن إلى نصف الساقين. ثم قال في الحديث الذي رواه البخاري: وما أسفل الكعبين ففي النار. لا تظن يا عبد الله أن النار تأكل الثوب أو المسلح أو الإزار، لا، تأكل اللحم. نارا وقودها الناس والحجارة. فأحذرك النار، وأحذر كل مسلم يخاف الله عز وجل أن يتوب إلى الله عز وجل ويعفي لحيته امتثالا لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسول يقول: كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. يا أخي، هذا حديث صحيح. قال الصحابة رضي الله عنهم الذين هم حريصين على الخير: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فاختر لنفسك يا أخي ما تحب، وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: ما حكم الغناء والتدخين، وما حكم النظر إلى الفيديو؟ الغناء حرام. قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ماذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه الذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يأخذ القرآن غضا كما أنزل فليأخذه من ابن أم عبد، يعني من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أمره الرسول أن يقرأ عليه، ولما التفت وإذا برسول الله تذرفان عيناه بالدموع صلى الله عليه وسلم. فماذا يقول ابن مسعود؟ اسمع اسمع يا من تسأل عن الغنى. يقول ابن مسعود: والله الذي لا إله إلا هو. وابن مسعود لا تحسب مثل ربعنا اللي بالمحاكم الآن يحلفون وهم على 10 ريال ولا 100 ريال ولا 1000 ريال، لا، ابن مسعود الصحابي الجليل الذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أتعجبون من دقة ساقيه؟ إنها لا أثقل من أحد في الميزان. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فيقسم بالله يقول: والله الذي لا إله غيره إنه الغنى، والله الذي لا إله غيره إنه الغنى، والله الذي لا إله غيره إنه الغنى. فالغنى حرام، الغنى حرام. ولا تغتر بما ينشره دعاة السوء في المجلات. فمع الأسف الشديد أنا قرأت مجلة صدرت من إحدى الدول، وإذا واحد متخرج من جامع يسميه جامع الفلان ويسألون عن الموسيقى يقول: الموسيقى ما فيها شيء، نحن سوف نقوم إذا نفخ الصور على صوت الموسيقى.
نعم مع الأسف الشديد، هذا علماء السوء الذي قال فيهم الحديث: منهم تخرج الفتنة وفيهم تعود آخر الزمان. علماء السوء الذين هم في آخر الزمان أشر من تحت ديم السماء، منهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. يقول: نحن سوف نقوم على صوت الموسيقى إذا نفخ في الصور. مع الأسف الشديد هذا علماء السوء، وهذه المجلات التي غزت المسلمين والله لا يأتيهم منها إلا الشر والعار والفساد. أسأل الله أن يطهر بلادنا، وادعوا لإمام المسلمين، ادعوا له بالتوفيق والسداد حيث أمره الله جل وعلا ووفقه أن يمنع 23 مجلة أن تدخل هذه البلاد. جزاه الله أحسن جزاء، ووفقنا الله وإياه لما يحبه ويرضاه، ووفق الله جميع الأسرة لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. فالغنى حرام يا عبد الله. ومر ولعله مر بك الأثر الذي قال: من استمع إلى قينة، يعني مغنية، صب في أذنه الآنك يوم القيامة. ما هو الآنك يا عبد الله؟ هو الرصاص المذاب، الرصاص المذاب يصب في أذنك يوم القيامة إذا كنت تسمع الأغاني والعياذ بالله. ثم الغنى ينبت في القلب النفاق كما ينبت الماء البقل. ثم الغنى هو بريد الزنا يا عبد الله، فاحذر من الغنى. أما الدخان فكذلك صدرت فتوى من هيئة كبار العلماء على أنه حرام، ويستدلون بقوله تعالى في صفة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال الله عنه: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الدخان خبيث يا عبد الله، ما في أي أحد، كلنا نقر ونعترف أنه خبيث. الدخان خبيث والعياذ بالله، مع أنه مضر بالصحة ومضر بالمال إلى غير ذلك من الأضرار التي ذكرها العلماء المحققين، وكذلك الأطباء المنصفين الذين ذكروا أنه السبب الرئيسي لمرض السرطان والعياذ بالله. فأحذرك الدخان سلامة لصحتك، وسلامة لنقودك، وسلامة لدينك. ويقول بعض الثقات أنه جالس عند والده على السرير الأبيض، ووالده في نزع الموت وله من العمر 70 سنة، ويقول: يا أبتي قل لا إله إلا الله، ويقول: اشعل لي زجارة، اشعل لي شجارة، حتى خرجت روحه وهو يقول: اشعل لي سجارة. نعوذ بالله من سوء الخاتمة. وبعضهم يقال له: قل لا إله إلا الله، ويقول: تتن حار، تتن حار، وخرجت روحه وهو يقول ذلك. وبعضهم يقال له: قل لا إله إلا الله، قال: بشر شارب النار بالنار، وخرجت روحه وهو يقول هذا. فأحذركم ذلك يا عباد الله، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. أما النظر الفيديو فلا شك يا عبد الله، نظر الصور، النظر إلى الصور الخليعة حرام، سواء بالفيديو أو بالشارع أو تأتي لك بقرطاسة تلصقها على الجدار وتنظر إليها، فحرام النظر إليها. لأن الله عز وجل ماذا يقول؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وما في شك أن النظر هو بريد، هو البريد وهو الذي يستحسن. وقد ورد في الحديث أن العين زناهما النظر. فأحذرك يا عبد الله من النظر إلى الأفلام الخبيثة أو التمثيليات السخيفة. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم صل على محمد. جزاك الله خير فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله. لقد صليت على شاب لا يصلي، وإني خائف ماذا أفعل، ورغم ذلك أنه مات وهو لا وهو يتعاطى المخدرات وغيرها من المعاصي. العلماء رحمهم الله نهوا عن الصلاة، عن تارك الصلاة. إذا كنت عالم بذلك فأنت تأثم واستغفر الله وتب إليه، لأنك عصيت. العلماء رحمهم الله يقولون: ترك الصلاة كافر، وإذا مات على ترك الصلاة فهو يموت مرتدا والعياذ بالله. لا يصلى، لا يغسل، أولا لا يغسل ولا يصلى عليه، ولا يدعى له بالرحمة، ولا يدفن في مقابر المسلمين.
بل يوارى بعيدا عن البلاد، ولا ترث ولا يورث، فيصير ماله فيؤل لبيت مال المسلمين. وزوجته إذا كانت مسلمة تخلع منه، يستتاب، فإن تاب وإلا تخلع منه الزوجة لأنه كافر. والله عز وجل يقول: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. نعم، أما بفعلك هذا فأنت عاص لله وتب إلى الله عز وجل. وعلى المسلمين أن يتقوا الله، أن يتقوا الله عز وجل، لا يغشوا إخوانهم المسلمين بتارك الصلاة، لا يغشوا إخوانهم المسلمين بتارك الصلاة، بل إذا مات يبينون لهم أنه تارك للصلاة. نعم، حتى يطبق فيه قول العلماء رحمهم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ما حكم لعب الورقة، وما حكم من يجلس مع من يلعبون الورقة وهو لا يستطيع أن يغير ذلك؟ بينا لك نبذة في عرض الموعظة، وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين جزاه الله خير أن لعب الورقة حرام، سواء كان على عوض أو على غير عوض. أما الجالس معهم إذا كان له سيطرة ينهاهم عن هذا المنكر فينهاهم، وإلا يبتعد عنه. نعم، لأنه إذا جلس معهم ما يكون من عباد الله الذين إذا مروا باللغو مروا كراما. نعم، فعباد الرحمن هم الذين إذا مروا باللغو مروا كراما، يبتعدون. فما ظنك بهذه الورقة التي قتلت الوقت وصار معها لغو من شتام وسباب ولعاب؟ حتى أن بعض الرجال يلعب مع ابنه ويقول ابنه: انزل يا أبتي وافعل بك. نعم، في مجلس: انزل يا أبتي وافعل بك. قال أبوك، قال يا شيخ استمرينا على هذه الألفاظ الخبيثة مع الزملاء وانطلقت عليك عادي. نعم، ماذا يفعل به؟ يعني يفعل به اللي واطل عياذ بالله، هذا الفعل. أجل وش يفعل فيه؟ يقول يبه انزل وافعل بك، أسأل الله العافية. قالها بكلمة فظيعة، بس لا أستحي أن أتكلم في المسجد. نعم، مع الأسف الشديد الآن رجال 70 سنة 60 سنة يجلس على هذه الورقة يثني رجليه، معه ناس سفهاء، رجل في القبر ورجل في الدنيا. يا أخي ما بالك أهل المدينة رحمهم الله، كانوا إذا بلغ منهم 40 سنة الرجل طوى فراشه واستعد للعبادة. ونحن الآن والله منظر بشع، 70 سنة 60 سنة تجلده ثاني ركبته وجالس يلعب الورقة والبلوت والكنكا. ولو قال له زر مريض قال والله أنا ما أقوى أمشي مركبي، ما أقوى أمشي. أو قال له روح المحاضرة قال أنا ما أقوى أمشي مركبي أنا مريض. والورقة، الورقة نجلس إلينا الصباح، لأن عمل الشيطان، عمل هذا عمل الشيطان والعياذ بالله. أسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين. وهي الحقيقة يا أخواني فتكت بكثير من المسلمين، حتى الآن ذهب الحياة. الآن في الشوارع يجلسون على ساحات الشوارع معهم العود يغنون، ومعهم الورق، ومعهم الشيشة، ومعهم البلا والجلع في شوارع المسلمين. لا حياء ولا غيرة ولا خوف، إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا يدل هذا عليه؟ يدل على نقص الإيمان، على أن بعض الناس إيمان على الصفر، نسأل الله العافية. أسأل الله أن ينمي شجرة الإيمان في قلوبنا، إنه على كل شيء قدير. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنا أحبك في الله. جزاك الله خير. ما معنى متاع الغرور؟ متاع الغرور هذه معنى الآية، ارجع إليها في القرآن، ارجع إليها في القرآن، لا يحضرني معناها الآن، جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البعض من الناس يتساهلون في أمر عظيم، هل يجوز على زوجة أخي أن تفتش لي وأنا وأخواتي يمكن كاتب أخواتي لا وأخواني أنا وأخواني وتصافحنا، وهل يجوز على خواتي أن يفتشوا وجوههم أو يصافحوا زوج أختي؟ فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ قد بينت لكم هذا أنه لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن الحم والموت يعني أخو الزوج أو كل قريب من الزوج، فلا ينبغي لها أن تكشف وجهها إلا لزوجها أو محارمها، فلا ينبغي لها أن تكشف وجهها لأخي زوجها إلا إذا كان أخو لها من الرضاع،
إذا كان أخ لها من الرضاع. أما إذا لم يكن أخ لها من الرضاع فلا يجوز لها أن تكشف وجهها لأخ زوجها إلا لمحارمها، ولا يجوز لها المصافحة كذلك، يحرم مصافحة غير المحارم من الرجال. لكن مع الأسف الشديد ذكرت لكم في عرض الموعظة ما يحدث من بعض الناس، نسأل الله العفو والعافية، ويقولون قلوبنا نظيفة وهذه عاداتنا وهذه تقاليدنا. وذكرت لكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الصحابة الذين هم خير الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم يخاطب الصحابة ويقول لهم ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ويقول صلى الله عليه وسلم لا يخلو رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. ولما رجل اكتتب في غزوة وحجت زوجته أخبر الرسول قال اذهب فحج مع امرأتك، اترك الغزو اترك الجهاد في سبيل الله، اذهب فحج مع امرأتك كن لها محرما. نعم يا عبد الله. جزاكم الله خيرا. ذكرتم أن ولاة الأمور منعوا المجلات الخبيثة، فهل يجوز الإنسان أن يشتري بعض المجلات التي يجدها في بعض المحلات والنظر إليها أو إدخالها إلى بيته؟ يجوز له إذا أراد أن يحرقها، يجوز له، يجوز له إذا أراد أن يحرق هذه الكتب هذه المجلات جزاه الله خير، لأنه بهذه المثابة يكون قد أزال منكر. أما إذا اشتراها لينظر إلى صورة الغلاف، إلى تلك المرأة الفاتنة التي دسها علينا أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، فإنه يأثم بذلك ونفقته مسؤول عنها يوم القيامة. نعم، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ماذا تقول للرب العالمين؟ تقول اشتريت في مجلات، يقول لك رب العالمين المجلات تصلح المسلمين، هل هي قرآن؟ هل هي حديث؟ هل هي كذا؟ لا، تقول لا، أبي أفسد به بيتي وعيالي. نعم، نسأل الله العافية. إن الله لا يحب المفسدين، أجل إن الله لا يحب المفسدين، فاحذر يا عبد الله من هذه المجلات. أما إذا كنت تشتريها لتحرقها فجزاك الله خيرا وابشر بالعوض من الله عز وجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، نشهد الله على حبك. جزاك الله خير. أنا كنت لا أصلي وأدخن وأستعمل مخدرات، وفي يوم قالت لي زوجتي وأنا أحبها حبا شديدا دع التدخين، فقلت لها أنت علي حرام مثل أمي، إن شربته ولكن عدت وشربته ولكن ثبت الآن، تبت الآن وأنا ملتزم ولله الحمد. أحبك الله الذي أحببتني فيه، وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وما دمت تحب امرأتك هذه حبا فزد على حبها 4 أضعاف أو أضعافا كثيرة، لأن هذه التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، واحمد الله عز وجل الذي يسر لك هذه الزوجة. ولكن عليك كفارة، ما دمت أنك قلت إن ذقت هذا الدخان فأنت علي حرام كظهر أمي، فعليك كفارة الظهار. كفارة الظهار ارجع إليها في قد سمع على قدر في ارجع إليها في قد سمع، وهي صيام 2 شهر متتابعين أو عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينة إذا لم تستطع ذلك. نعم. أخواتنا النساء بارك الله فيكم، حاولوا أن تمسكوا أولادكم وأن تهديوهم عن الإزعاج، أثابكم الله. ويقول أيضا في عرض سؤاله، وقعت زوجتي في رمضان 3 أيام فما علي، ولا أعلم هل هو قبل توبته وقبل رجوعه إلى الله أو بعد ما هداه الله سبحانه وتعالى. عليك كفارة صيام 6 أشهر كل 2 شهر متتابعين ما تصوم بعدها أبدا. إذا كان قبل التوبة، لا هو صايم، هو صايم، تاب وما تاب، ما دام منه صايم ووقع عليها وهو صايم فإنه يصوم 6 أشهر كل 2 متتابعين. نعم، وإذا كانت هي راضية
فعليها مثلك من الكفارة. أما إذا كانت ما رضيت وأجبرتها فالكفارة تخصك أنت، وتقضي أيضا 3 أيام غير 6 أشهر. من الناس قد اعتادوا أنه إذا جاء رمضان سارعوا إلى صيامه ولكنهم لا يصلون، فما حكم ذلك؟ الصلاة ركن من أركان الإسلام، فالذي لا يصلي لا يفيده لا حج ولا صوم ولا زكاة ولا غيره. نعم، الذي لا يصلي كل هذه الأعمال لا تفيد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نعم. فضيلة الشيخ، تقول السائلة: أنا فتاة لي زميلات، نخرج إلى السوق أو نخرج إلى الأسواق لنفتن الرجال، ما هي نصيحتك لي ولزميلاتي؟ تقدم في عرض الموعظة النصيحة، وينبغي لكن أن تتبن إلى الله عز وجل قبل أن ينزل بكن هادم اللذات الموت وأنت على هذه الحالة. أسأل الله عز وجل أن يهديكن ويصلحكن. اللهم طهر قلوبهن إنك على كل شيء قدير، وردهن إليك ردا كريما. اللهم ارزقهن توبة نصوحة، وجميع نساء المسلمين إنك على كل شيء قدير. فعليكن بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، واحذرن من عواقب الأمور، لأن العاقبة وخيمة. كيف بك أيها الفتاة إذا حملت جنينا في بطنك وأصبح عارا عليك وعلى قبيلتك وعلى جميع من يعرفك؟ هذا ولد الزنا الذي أتت به فلانة بنت فلان، فهذا عار عظيم، ينبغي لك أن تتحاشي عن هذا الأمر، فتوبي إلى الله والزمي بيتك كما يلزم، كما أوصى الله عز وجل نساء النبي بذلك، وقال: وقرن في بيوتكن. هذا الخطاب لنساء النبي رضي الله عنهن وأرضاهن، أمهات المؤمنين، يقول الله لهن: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. فما بالك، وكذلك نساء الرسول في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فما بالك في هذا الزمان الذي كثر فيه الفساد. فلا تعيني أنت وأخواتك على الفساد، فاتق الله عز وجل. أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، إنه على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن يا شيخ نسمع المواعظ ونزور المقابر ونرى الجنازة وهي توضع في اللحد ويحثى عليها التراب، ونعود بعد الزيارة وبعد سماع الموعظة ونمارس حياتنا وكأنه شيئا لم يحصل، وتعودنا ونعود إلى معاصينا. هل من نصيحة لأصحاب هذه القلوب الميتة أو المريضة؟ نعم، أولا أنصحكم وأنصح نفسي أولا بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل وتدبر الآيات الكريمة، كفى بالقرآن واعظا. البعض من الناس يقول: نسمع أهوال القيامة ولكن ننساها. فأذكر لك سورة قصيرة يعرفها كل إنسان، جمعت أهوال القيامة. سورة جمعت أهوال القيامة يا عبد الله، وهي سورة القارعة. تقرأ سورة القارعة، تدبر سورة القارعة، السورة القصيرة. نعم، فإذا ثابرت على قراءة القرآن، جعلت لك جزءا في الصباح وجزءا في المساء أو جزءا عند النوم، وأكثرت من ذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأكثرت من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، وسبحت الله وبحمده 100 مرة أو أكثر، وذكرت الله عز وجل 100 مرة أو أكثر، وثابرت على هذا الذكر، وأقللت من المأكولات، أتدري ما الذي مرض قلوبنا يا عبد الله؟ هو كثرة الأكل. ثانيا، هل أكلنا هذا نقي أم غير نقي؟ الآن أكثر الناس لا يبالي في أكله أمن حلال أمن حرام، إنما الحلال ما حل بأيديهم والحرام ما تعذر عليهم أخذه، نسأل الله العافية. وقد وقع فينا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، والذي لم يأكله يأتيه من غباره أو دخانه
أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فما بالك بالذين يأكلون الربا؟ ما بالك بالذين يأكلون الحرام؟ ما بالك بالذين امتلأت قلوبهم من غير ذكر الله عز وجل؟ هل يستفيدون بالمواعظ؟ لا، ولكن إذا فرغنا قلوبنا وثابرنا على قراءة القرآن وعلى ذكر الله عز وجل، وانتقينا المأكل من حلال والمشرب من حلال والملبس من حرام، حتى إذا رفعنا أيدينا لربنا وقلنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وإذا نحس بلذة، إذا قلنا يا ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، نجد لذلك لذة، لأن المأكل حلال والمشرب حلال والملبس حرام. الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك، ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، لكن المطعم حرام، المأكل حرام، والمشرب حرام، والملبس حرام. ماذا قال الرسول؟ قال فأنى يستجاب لذلك، بعيدا يستجاب لذلك، وإلا المسافر دعوته مستجابة، المسافر دعوته ثلاثة لا ترد دعوتهم والمسافر، لكن إذا كان يأكل من حرام ويشرب من حرام ويتغذى بالحرام والعياذ بالله فإن الله لا يستجيب له. الآن نرجع إلى وضعنا يا عبد الله، نرجع نفتش عن أنفسنا، عن ما أكلنا ومشربنا. ليس المهم أننا نملى البطون من هذه المأكولات، المهم أننا ننتقي شيء طيب حلال، ولو أن الإنسان يأكل كف من تمر حلال خير له من أن يأكل مفطحات وغيرها وهو لا يعلم ما مصدرها، نسأل الله العافية. نعم، الآن مصادر الناس والعياذ بالله تختلف باختلاف كثير، تختلف أحوالهم باختلاف كثير، منهم من يأكل الربا، ومنهم من يغش، ومنهم من يخادع، ومنهم من يماطل، ومنهم من يأكل دراهم، من يأكل أجور العمال، نسأل الله العافية، يأتي بعمال ويضيعهم، حتى أنه وجد عامل يمشي ويسقط من الجوع، فلما سأله رجل وإذا هو يبكي قال لي يومين ما ذقت شيء. لماذا؟ قال صاحب المؤسسة عيّ يعطيني فلوس، ما يعطيني فلوس. الآن أكثر الناس والعياذ بالله، فينبغي لنا أن ننتقي المأكل والمشرب وننقي قلوبنا، نخرج من قلوبنا كل هذه البدع والمحدثات، ونقبل على الله عز وجل، وإن شاء الله تعالى سوف تجد لذلك لذة إذا قلت في الأسحار يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، ثم فاضت العينين، ثم فاضت الدموع، ثم خشع القلب وانكسر بين يدي الله في الأسحار. تضرع يا عبد الله في الأسحار، قم في الأسحار. نعم، لا تصير مثل اللي يلعبون البلوت والكنكان وعند الأفلام والملهيات، لا، أنت خالفهم، تضرع بين يدي الله عز وجل وسوف تجد غب ذلك بإذن الله تعالى. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال: هل يجوز مخالطة الجيران إذا كانوا لم يصلوا في المسجد، وما هو الواجب نحو ذلك؟ مخالطة الجيران، الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وقال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني غوائله وشروره. الجار له حق، الجار له حق يا عبد الله، ولكن إذا كان لا يصلي، إذا كان لا يصلي تتبادل معه النصيحة، تذكره بالله عز وجل، تقول له أنا مستعد أطرق عليك الباب، وتحثه على أن يضع منبه، وترشده مرتين ثلاث أربع، فإن أبى أن لا يصلي فاهجره لله عز وجل ولا عليك إثم بذلك. نعم، إذا أصر على عدم الصلاة فاهجره لله ولا عليك إثم بذلك. نعم، وإن كان يجدي به، إذا رفعت به إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فارفع به بعد أن تنصحه وتوعظه مرتين أو ثلاث أو أربع، إذا لم يفد به في الرابعة ترفع به إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وإن أصر على عدم الصلاة فلا تكلمه واهجره لله. نعم. الأسئلة كثيرة، ولكن نستسمحكم عذرا لأنه لا يسعنا بأن نذكرها كلها، ولكن غدا إن شاء الله نذكر الجميع أن في محاضرة للشيخ محمد بن صالح العثيمين، وهذا بمسجد الشيخ خالد الشريمي، ما شاء الله، غدا إن شاء الله. ثم أيضا نذكر الأخوان جميعا أن بعد غد يعني يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء في محاضرة بعنوان التربية الإسلامية الصحيحة، عنوان المحاضرة يلقيها إن شاء الله فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن فريان رئيس الجماعة الخيرية. نذكر الجميع ونسأل الله سبحانه وتعالى في آخر هذا المطاف في جامع بدر، في جامع بدر في حي بدر، نعم في جامع بدر في حي بدر، نعم يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء. ونشكر فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قال حجة له يوم القيامة وفي ميزان أعماله، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.